سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنواصل مع قصار السور في هذه الدروس التدبرية الإيمانية التربوية، وأنا عند وعدي بإذن الله أن لا يزيد الوقت عن الوقت المحدد، فبإذن الله ننتهي قبل الساعة 8:30 حتى لا أخركم. ومن فضل الله أن ميزة الشتاء أن بعد العشاء طويل جدا، يستطيع الإنسان إذا رتب وقته أن يقضي في عدة أعمال قبل وقت النوم. أيها الأحبة، هذه السورة سورة الزلزلة، سورة عظيمة جدا، حتى إنه ورد في فضلها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها تعدل نصف القرآن، وصحح ذلك الألباني رحمه الله عنه، ولكن هناك من ضعف هذا الأثر. الشاهد أنها سورة عظيمة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في الفجر في الركعتين، والقول الراجح أن ذلك ليس خاصاً بالسفر، أي أن يقرأها الإمام أو المنفرد حتى المرأة في الركعتين، وهذا يدل على منزلتها ومكانتها وأهميتها وأثرها، وبخاصة في صلاة الفجر، لأنه كما أنه في الجمعة تقرأ سورة السجدة وسورة هل أتى لما فيهما من الحديث عن اليوم الآخر، ومعروف أن النفوس في الفجر أكثر تشوقاً وسماعاً وصفاءً لما يتلى، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً، أي وصلاة الفجر. ولعله أحياناً أمر على بعض المسائل فأشير إليها وإن كانت ليست داخلة في الدرس. فمثلاً مما نبه عليه ابن القيم رحمه الله أن من الخطأ ما يفعله بعض الأئمة في يوم الجمعة في قراءة سورة فيها سجدة، ويحسب أن قراءة سورة السجدة في الفجر من أجل السجدة التي فيها، وهذا غير صحيح، أي أن القراءة من أجل السجدة هذا يقول ابن القيم غير صحيح، إنما قرأت لما فيها من الحديث عن اليوم الآخر وغير ذلك. وكذلك سورة هل أتى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما كما في حديث مسعود يديم ذلك. ولذلك أيضا من التنبيه حول هذه المسألة، لأننا جئنا نطلب العلم، وكان العلماء يسمون هذه المسائل التي لا تدخل في صلب الدرس الملقى لطائف أو نكات علمية، وليست النكات كما يفهم أنها هي الضحك كما اشتهر الآن، لما يقال نكتة أي مسألة فريدة أو نادرة لا تفوت. ولذلك أيضا من الخطأ الذي نبه أقول إليه ابن القيم أن البعض لا يقرأها، مع أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يديم ذلك، ولاحظت أن سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤكد على قراءتها في كل جمعة، بل كنا نصلي معه وبخاصة في مكة أيام الحج، فكان يقرأها في كل جمعة. والملحظ هنا أن بعض الناس يتضايق إذا قرأها الإمام، والأخطر من ذلك أن بعض الناس يقول إن إمامنا تمر السنة لم يقرأ بهما، أي بسورة السجدة ولا هل أتى، بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يديم ذلك، أي يحرص على تلاوتها. فقارنوا هذا مع من لا يقرأها إلا ربما في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، وكذلك الخطأ في تساهل الناس أو تضايق الناس إذا قرأت كأنها طويلة. والملحظ الثالث، وهذه كل أشياء سريعة وإلا لست في جانب ذلك،
أن من الخطأ أيضا كما نبه ابن القيم أن البعض يقرأ نصف السورة، أي يقسمها نصفين، إما يقرأ سورة السجدة أو يقرأ هل أتى ويقسمها، وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. هو لا شك أنه فقرأ ما تيسر منه، لكن كونه يتقصدها في يوم الجمعة ثم ينصفها كأنه يتتبع السنة، الصحيح أن هذا ليس من السنة. أما لو قرأها كما قرأ أي سورة ونصفها فلا حرج. فنفرق إذن بين المسألتين والله أعلم. يعني قد يأتي بعض الأئمة ويقول هذه الجمعة سأقرأ سورة السجدة وينصفها، والجمعة القادمة يقرأ سورة هل أتى، ويتصور أنه يطبق السنة، هذا ليس تطبيق للسنة، وإلى غير ذلك من المسألة. الشاهد أن سورة الزلزلة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في الركعتين يدل على منزلتها ومكانتها. تسمى سورة الزلزلة، وتسمى إذا زلزلت، وتسمى الزلزال، وتسمى سورة زلزلت، كل أسماء تدور على معنى واحد وهو الزلزلة. والسورة مدنية في قول، وقال ابن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء والضحاك قالوا إنها مكية، وحقيقة هي أقرب ما تكون إلى السور المكية، لأن السور المكية تركز على قضايا العقيدة وعلى قضايا البعث والنشور وغير ذلك، وليس فيها أحكام. فإذا هناك قولان أنها مدنية وقيل مكية، وأقول ولعله الأقوى والله أعلم. هذه السورة لها من اسمها نصيب، مقصدها تزلزل القلوب، تزلزل القلوب بقوة، الذي يقرأها وتفهم مع قصر آياتها فعلا اسمها الزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزالها. ولذلك جاءت تبين وتشير إلى ثلاثة مقاصد: اضطراب الأرض ودهشة الناس، الأرض تضطرب فيندهش الناس ما لها، يقول الإنسان ما لها. أيضا أن فيها الإشارة إلى ذهاب الموقف، الذهاب للموقف والعرض والجزاء. أيضا الثالث، المقصد الثالث، المجازات بما لا يتصور الإنسان في الذرة، كما سيأتي بيانها بإذن الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، قيل الإنسان هو الكافر هنا، فهي ترج رجا شديدا حتى إنها من قوة رجها تخرج ما في بطنها من أثقال من معادن وغير ذلك، بل وأناس من القبور كما ذكر بعض المفسرين. وهذا معنى عظيم جدا في عندما تزلزل وتخرج ما في بطنها من أثقال، أي من موتى قال العلماء وكنوز يوم تموت. وقريب من هذا المعنى للإشارة في التأثير الوجداني وأنت تقرأ هذه السورة ما أرد في سورة الطور: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. انظروا كيف القرآن يعرض المشاهد، مشاهد يوم القيامة. وأريد أن أنبه هنا إلى مسألة أيها الأخوة مهمة جدا. القرآن عندما يعرض المشاهد إما أن يعرض مشهدا مضى أو مشهدا سيأتي، وهناك فرق بين المشهد الذي سيأتي وأنت فيه وبين مشهد مضى. مثل مشهد المضى، الحاقة، ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود الآية فهو يحدثك عن أحداث مضت، فأنت وأنت تقرأها تعرف أنك لست طرفا مباشرا فيما حدث، لكنك تعتبر وتتذكر. لكن هذا المشهد وبالذات مشاهد المستقبلة والتي تتعلق باليوم الآخر، أنت واحد من هؤلاء الناس، أنت ممن سيقف هذا الموقف، لأن كله سيكون نسج. ففرق إذا زلزلت الأرض زلزالها، ليس زلزال في جنوب الأرض ولا في شمالها ولا في وسطها، أي في كلها، ونحن موجودون سواء كان الإنسان في داخلها في قبورهم أو غير ذلك على تفسير المفسرين. وقال الإنسان ما لها، يعني كل منا سيتعجب من هذا المشهد، سواء قيل إنه الكافر أو أنه أعم وهو الأقرب، إذن نكون كلنا موجودين هنا. إذن وأنت تقرأ هذه السورة لا بد أن تستحضر ما هي مشاعرك. وأعطي مثلا قريبا،
لو أن رجلا جاء يحدثنا عن أن طائرة كادت أن تسقط، وقيل لهم استعدوا، ثم بدأوا يكتبون وصاياهم ثم إلى آخره، وهذا قد حدثنا في أكثر من مرة منه كمثال. فرق بين الذي يتحدث وهو كان أحد ركاب الطائرة، وتجد كيف يصف مشاعره وكيف مشاعر الناس وكيف تأثيرهم وكيف بكائهم وكيف كتابة وصاياهم، شيء مذهل وهو يعرضها، وبين آخر ينقل الخبر مجرد نقل وهو لم يكن في الطائرة. ولله المثل الأعلى، نقرب المثل. فأنت إذا عندما تقرأ هذه السورة اقرأها وأنت في هذه الأرض التي تزلزل، كأن وقريب من ذلك لما نقول، بس تصور المعنى ولا لا مجال للقرب هنا في المعنى، لكن يقربه من في الطائرة هي كل اللحظات التي فيها. ولما الطائرة لم تنزل عجلاتها مثلا، وهذه مشاهد مؤثرة جدا، وكيف مرارا قيل أن كتبوا وصاياهم، كيف كانت أحوال الناس، لأن النزول هنا قد تحترق، قد تنفجر، قد احتمالات كبيرة، مشاعر الذين في داخله كيف كانت. إذن أنت عندما تقرأ هذه السورة فأنت واحد معني بها مباشرة، وليس كالخبر عن الأولين عند إغراق قوم نوح أو فرعون ومن معه أو عاد وثمود. فرق بين الأمرين، وإن كان كلاهما له قصد، لكن المشهد اللي أنت تكون أحد ستعرض عليك، إذن ستزلزل الأرض وأنت فيها، ستذهب إلى ربك وأنت أحد هؤلاء، ستعرض الأعمال خير أو شر وأنت أحد هؤلاء، ما هي مشاعرك؟ هنا يأتي القرآن يؤثر ويصل إلى النتيجة. القرآن ليس مجرد تلاوة أيها الأخوة، مع أهمية التلاوة، القرآن ليس فقط لقراءة البركة كما يفعل البعض، وهو بركة ولا شك، كتاب مبارك لا شك، لكنه أنزل من أجل التدبر، من أجل العمل، من أجل التأثر. يتدبر آياته وليتذكر أولي الألباب أصحاب العقول. فإذا هذه السورة تبين إذا زلزلت الأرض زلزالها، وقيل الزلزال أنه قبل المحشر، وقيل إنه في يوم القيامة، على خلاف بين العلماء والمعنى واحد وربما يتكرر، قيل إنها أثناء خروجهم من قبورهم، وقيل إنه الذي قبل. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. هذا قبل القيامة، لأنه إذا قامت أو بعد البعث ما في أحد، ليس هناك لا بهائم ولا غير قد حملت. فالصحيح أنه هذا عند القيام الساعة، وقيل عند النفحة الأولى التي يهلك فيها الناس. فهناك إذا من جمع بين ما في سورة الحج وما في هذه السورة، الشاهد أنه زلزال عظيم جدا يحدث في هذا الأمر. ويومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فتجد فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. كل سيذهب ليرى عمله، وسيأتي مزيد تفصيل لهذا المعنى. إذا ليروا أعمالهم إن سعيكم لشتى، كما قرأ الإمام قبل قليل. هذه السورة أيها الأخوة مرة أخرى أخرج لفائدة، السورة التي قرأها الإمام في الركعة الأولى حقيقة عظيمة جدا، والله أيها الأخوة لها تأثير عجيب جدا، وسنأتي إليها بإذن الله، لكنني أشير إشارة حتى نفوت هذه الفرصة. وفرحت عندما قرأها الإمام جزاه الله خيرا. يقول جل وعلا: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر الأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الشيء الذي أقوله الآن ونفصله مستقبلا إذا مررنا على السورة، يقول: سمعت أحد طلاب العلم يقول: هذه السورة أصبحت منهجا لي في الحياة. لديه مشاريع عظيمة، لكن كلها مشاريع خير، ليست مشاريع دنيا، ليست مشاريع شخصية، مشاريع للأمة. ويقول: والله إنني أجد التيسير من الله جل وعلا بشيء عجيب بعدما تدبرت هذه السورة. إن سعيكم لشتى، انظر الذي يمشون في الشارع بجوارنا، أحد ذاهب يصل رحمه، أحد ذاهب لمناسبة، أحد ذاهب لعبادة الله، أحد ذاهب يقضي حاجة، وهناك أحد ذاهب لشر. سعيكم لشتى، مختلف متفرق، ثم يأتي التقسيم. فأما من أعطى، أي عطاء؟ كما قال الإمام السعدي رحمه الله، عطاءهم شم أن يكون عطاء خير، عطاء مال، عطاء صلة رحم أو غيرك. فأما من أعطى واتقى الله في هذا العطاء وصدق بالحسنى، يريد ما عند الله، فسنيسره لليسرى. يا أخوتي خذوا المثال،
لو أن عندك مشروع ضخم من أجل دعم المجاهدين مثلا أو إقامة مساجد، ثم جاءك من أكبر الأثرياء وقال ماذا عندك؟ وقلت له عندي المشاريع وكثيرة هذه المشاريع، وأنت ما عندك مال. قال لك هذا الرجل الثري: أبدا، أنا أتكفل بكل مشاريعك بس بشرط، لي شروط 1، 2، 3. ألا تفرح؟ ألا تشعر أنك نجحت مشاريعك قبل أن تبدأ؟ بلى والله، مع أن هذا التاجر قد يعرض له عارض، قد لا يكون عنده سيولة، قد، ومع ذلك تجد الثقة القوية في هذا الأمر وهو أحق، فكيف بوعد الله؟ يقول هذا طالب العلم: كنت أقدم على المشاريع وهذه نيتي، ومن معي أقول لهم طبقوا الشروط الثلاثة: أن يكون العطاء لله ليس لهدف ولا شهرة ولا سمعة، واتق الله، نتق الله في هذا المشروع أو في هذا العمل، ونصدق بما عند الله. يقول: والله إنني أجد، وهذا الكلام يقول منذ 10 سنوات وهو يكرر هذا الكلام، لا أجد عجزا في المال أبدا، مع أنه لا يملك شيء شخصيا هو، ولا أجد عجزا. وبدأ يعدد الفتوحات التي يجدها من أثر تطبيق هذه الشروط. وقلت لكم لنا عودة إليها إن شاء الله في حين بتفصيل أكثر. إذن هنا يقول سبحانه وتعالى: يومئذ يفطر الناس أشتاتا، خير وشر، ليروا أعمالهم. فأما فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالمفسرون قالوا الذرة، بعضهم قال النملة، وبعضهم قال الذرة هي التي تراها الآن بينك وبين النور، ترى إذا كان فيه شمس نزلت مع في مكان من البيت أو غيره، أو تراها مقابل، ترون أشياء تتطاير خفيفة جدا كلنا نراها، يقولون هذه هي الذرة. جاء المتأخرون وقالوا: لا، الذرة هي المعروفة الآن علميا التي لا ترى بالمجهر أصلا، دقيقة جدا. الحقيقة نحن نقول كل هذه مرادة، لكن أن يقال لا إن هذه هي المرادة والأولى ليست مرادة غير صحيح. لماذا؟ القرآن نزل بلسان عربي مبين، والله خاطب أولئك وهم لا يعرفون الذرة المعروفة اليوم التي تعرف بالمجهر، فما لا يمكن أن نكون 1000 عام والله يريد هذا المعنى الآن والآخرون لا يعرفون حقيقته. لا، نقول كل ما أطلق عليه ذرة، سواء النملة أو الذرة وهو الكثير وهو الأقرب، هذا الذي يتطاير نراه ولا نراه بالعين المجردة إلا إذا كان فيه نور، غالبا يكون في شمس أو في نور تلاحظ، أو الذرة بمعناها الدقيق. إذن يعني والتعبير ليس مرادا قالوا لذاته، أي أقل القليل، مهما كان قليلا في نظرك فإنك ستراه يوم القيامة من خير أو شر، وهذا المعنى له دلالته والله أعلم. من هذه الوقفات قال: زلزلت الأرض زلزالها. فما قال ما الذي سيزلزلها؟ هو الله، لكنه لم يقل إذا زلزل الله الأرض زلزالها، لأنه سيكون أشد وقع وتهويل، فإنه المراد هنا هو ليس من سيزلزلها، إنما المراد نوع الزلزلة. زلزالها قال العلماء معنى لطيف. الآن تقول وقع زلزال في البرازيل، وقع زلزال في إيران، في الجزائر، لكن قالوا زلزالها يحتمل أو يشمل معنيين: أولا أنه زلزال شامل في كل الأرض وليس في جزء من الأرض، ونحن إذن سنكون في هذا المكان الذي سيتزلزل لأنه سيكون في الأرض كلها. ثانيا قالوا أنه هذا هو الزلزال الحقيقي، الزلازل الأخرى محدودة، نعم، لكن هذا الزلزال زلزال، هذا هو الزلزال الكامل الشامل، أقصى درجات الزلزال، لا ريختر ولا غير ريختر، ولا 7 بمقياس ريختر ولا 6، الزلزال الكوني العظيم، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، كأنها الجبال عهن منفوش، كأنها قطن وهي جبال راسيات. إذن المشهد عظيم جدا. فإذا المراد هنا في الزلزال التركيز على ذات الزلزال كما قال العلماء. إذا هذا هو المراد عندما قال زلزلت، أو من المراد عندما قال زلزلت الأرض زلزالها. هنا أيها الأخوة تصور المشهد مرة أخرى، لأن هذه السورة قيمتها وقوتها في تأثيرها،
تصور ما هو موقعه ذاك اليوم، ما هي حالتك؟ تصور سفينة تتقلب في وسط الأمواج لا تدري كيف يحدث، تتفكك أو تغرق. تتصور طائرة بدأت تلعب فيها الريح وهي في وسط الجو، ما هي، ما الذي يحدث لك؟ وقد رأينا بعض المشاهد في ركوبنا الطيارة، أحيانا يتساقط الناس إذا لم يربطوا أحزمتهم من شدة الوقع. إذا لابد، يسميها العلماء المشاهد يوم القيامة، أن تعيش المشهد. قف تأمل، تأمل متأملا وهي تقرأ أو تقرأها أنت أو تسمع، ما هو موقفك؟ تصور هذا الزلزال وأنت تتحرك، تضطرب، تقوم، تقعد، فهو مشهد عظيم مؤثر يصعب وصفه بعباراته. وما هناك، ليس هناك أعظم من وصف القرآن. هذا فائدة القرآن، أن نقرأ القرآن ونحن. ولذلك الفرق بيننا وبين السلف أنهم يقرؤون ويبكون لأنهم يعيشون المشهد تماما. أما نحن، يقرأ الواحد منا، والله أقول لكم إن بعض الحفاظ يقول أقرأ 3 سور 4 سور ثم أنتبه، ما أدري هل قرأتها أو لم أقرأها، ما يدري هل قرأها، يكون حافظ حفظه جيد ما انتبه. هذا الفرق. اليوم يقول أحد الأخوة، اليوم يقول أحد المؤذنين إذا أذن وسماه، أنا لا أريد أسميه، يقول والله إنني رأيت الناس يبكون في الأذان، لأن أذان يخنع القلوب، مؤثر. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، هذا الأذان عظيم يا أخوان. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لما يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، يقول رأيت أكثر مرء ناس يبكون وهو يؤذن، مع أنه غالبا كيف يبكي، يبكي في الأذان. وسبقا قلت لكم في الفاتحة، أعرف أناس بعض أئمة الحرمين وغيرهم والله يبكون في الفاتحة، حتى إنهم يتوقفون ويكاد بعض الناس يرد عليهم، هل يمكن يكون الإمام الحرم ولا إمام من الحفاظ يرد عليه في الفاتحة؟ قد يقع، لكن أتحدث لأنه يسكت، الناس يحسبونه سكت ما عرف الآية التي بعدها، هو ليس كذلك، هو الحقيقة من بكائه لكنه بخشوع لا يعرف الناس أنه بكى. الناس نحن تعودنا أن يبكي الإنسان عند ذكر النار وعند ذكر الجنة، لكن أن يبكي عند قراءة الفاتحة، هذا هو الذي عرف معناها. ليه؟ اهدنا الصراط المستقيم. تصور واحد يمشي بطريق، لا بد أن تصور هذه المشاهد، ووجد اتجاه يمين وشمال، قيل له تذهب، أحد الطريقين يؤدي إلى أهلك وأحد الطريقين يؤدي إلى هلاكك، وهو لا يعلم، ما لك حالته؟ تصوروا حالته، تصوروا شعوره. هنا في القرآن اهدنا الصراط المستقيم، طبعا دلنا الله على الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يخشى الإنسان أن يكون ممن يروح يمين أو شمال، طريق المغضوب عليهم أو طريق الضالين، فيبكي، يبكي من صدق. لكن نحن لأننا تعودنا على قراءة الفاتحة وسماع الفاتحة، ما نقرأ. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعذك خروا سجدا، هل تزيد إيماننا مع كثرة قراءتنا الفاتحة في اليوم عدة مرات؟ فتأتي أقول هذه السور لإيقاظ هذه المشاهد أيها الأخوة. أيضا مشهد آخر، تصور إذا زلزلت الأرض زلزالها، تصور حجم الدمار الذي سيحدث، حجم الدمار الذي يحدث. هنا معنى لطيف جميل، يقول أحد طلاب العلم أنني أحرص أحيانا إذا ذهبت بعض القرى يزور ماذا؟ يزور البيوت القديمة المتهدمة، أو أحيانا ما يسمى بآثار قديمة، فيقول أدخلها وأجد التهدم وأجد التساقط، فأبدأ أتصور أولا أين أصحاب هذه الدور، إذا كان لهم 100 سنة أو 100، أين هم؟ قطعا في داخل القبور. يقول هذا المشهد مؤثر. يقول الثاني وهو الأكثر، هؤلاء كانوا يبنون بيوتهم كما نحن بنبني بيوتنا الآن، كلنا على حسب عصره. يقول حتى إنني أشاهد بعض المتهدم منظر جمال، جبس ولا غيره، كانوا يعنون بها في السقف وراحت خربت أصبحت. يقول فمباشرة أنتقل، إذن بيتي الذي أنا فيه سيكون يوم من الأيام بنفس المكان، سيكون بنفس الحالة، نفس البيت الذي تسكنه الآن سيكون بنفس الحالة. طيب سيأتي بعد 100 سنة أو 50 سنة من يدخل بيتك ويتذكر كما تتذكر من قبلك أنت الآن. فلذلك يقول أنا أستفيد وأخرج وزاد إيماني وأقلل من اهتمام بالدنيا. كان هؤلاء يبنون هذه البيوت وتجد بعضها ربما ما وصلنا إلى تشييد كما شيدوا،
الذي يعرف مثل الأهرامات وكيف بنيت، والله يجد وصلوا من التقنية الشيء العجيب. أين ذهب من بنى الأهرامات؟ الآن قلاع تجدها قديمة في بعض القرى والمناطق، انتهت خربت، أين أهلها؟ كانوا يعيشون مثلنا، كانت لهم آمال مثلنا، كانت فيقول أعيش المشهد وأقف وأتفكر، بيتي عمارتي ستكون كذلك. أنا يقول دائما أسأل أولادي وهم معي، أين أصحاب هذه البيوت؟ انتقلوا إلى فلل جديدة؟ قالوا لا، وين انتقلوا؟ فلل جديدة، انتقلوا إلى القبور، تكون لها 100 سنة أو أكثر أو أقل، خلاص بعد 100 انتهى. فإذا هنا لما تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزال، هذا الدمار وهذا التحطم وهذا الانتهاء، تصور مشهد، تصور بيتك، تصور حالتك. فهذا مشهد من هذه المشاهد أيها الأخوة التي يجب أن ننتبه لها. يومئذ تحدث أخبارها، أمرها الله بأن تحدث أخبارها. ما هي أخبارها؟ من ثار عليها وكيف كانت ونهاياتها وما آلت هؤلاء الناس. هي إذن ستحدث عن خبرك أنت، لأن الله أذنها أن تحدث. كيف تحدث؟ كيف؟ هذا لله جل وعلا لا نعلم، إنما نؤمن به يقينا، لكن ستحدث عنك وستذكر تاريخك وسيرتك. تحدث أخبارها، ما قال خبرها، وإن كانت لو خبرها قلنا جنس، لا، أخبار كل ما جرى عليها وكل من مر عليها من ملوك وسلاطين وظلمة وصالحين وأخيار ومجاهدين وفجرة، تحدث أخبارها. ماذا تريد أن تحدث عنك هذه الأرض؟ ماذا تريد أن تشهد لك هذه الأرض؟ هذا معنى من هذه المعاني إذن، ونحن نعيش هذه المشاهد في هذه السورة العظيمة. تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، بأن ربك، لاحظوا المعنى الدقيق جدا، ما قال بأن ربها أوحى لها، ما قال لأن الله أوحى لها، ربك أنت، ربك أنت أوحى للأرض فاستجابت فحدثت. مجرد أوحى لها إشارة إلهام، ونحن يأتي الوحي يتنزل علينا مرارا وهو ما نتأثر. يأمرنا الله في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في آيات، عشرات الآيات بل مئات الآيات، ما تجد نفسك. هذه الأرض مجرد أوحى لها، مجرد الإشارة بدأت تستجيب. قالتا أتينا طائعين، قالتا السماوات الأرض، قالتا أتينا طائعين. انظر كيف الجمادات تستجيب لله، والبشر هذا المخلوق البسيط، هذا القلب اليسير لا يستجيب لله جل وعلا. فهي إشارة لنا، إذا كانت هذه الأرض الجمادات تستجيب هذه الاستجابة السريعة مجرد أوحى لها ونحن لا نستجيب، ولذلك جاءت اللفتة ربك، ما قال ربها، وهو ربها ولا شك جل وعلا، لكن إشارة لك. انظر كيف يأمر هذه الجمادات وكيف تستجيب، كما قال الله جل وعلا: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. يا ليت عندما حملها وتحملها قام بالواجب. فلذلك كم تنزل الآيات في بعض المواضع أيها الأخوة، الصلاة، الزكاة، كم عددها في القرآن؟ تحريم الربا، تحريم الظلم، كم في القرآن؟ من الذي يستجيب للناس لهذا الأمر؟ ما مدى استجابتك لأمر الله وأنت تسمع كلام الله؟ أوحى لك وأوحى لك وأوحى لك وأوحى لك 23 سنة يتنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من يكفر، هناك من لا يستجيب، هناك من يأخذ الأمر بعدم جد. طيب سبحان الله، ألا نفكر إذا كانت هذه الجمادات أتينا طائعين، أشفقنا منها، خفنا منها، ونحن بهذا الحال؟ لا ينبغي الحقيقة، أين إيماننا؟ الله سبحانه وتعالى يتلو علينا هذه الآيات بهذه الدلالة، بهذا اللفتة، بأن ربك أوحى لها. فأيضا من تلك المعاني أيها الأخوة، فإذا هذا سرعة الاستجابة وبيانها. نجد أيضا أيها الأخوة بعد ذلك: يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. ما قال يريهم الله أعمالهم، مع أنه في آيات أخرى أن الله يرينا أعمالنا، لأن المقصود هو أن تركز على ماذا ترى أمامك، ليس من هو الذي سيريك، المهم ماذا سترى. فتجد أن تركيزك وذهنك ما هو الذي أمامك. ليروا أعمالهم، هم ليس كذب ولا أخبار مخبر، إنما هي حقائق. ولذلك التركيز على العمل الذي أمامك،
فهذا معنى أيضا من السياق ليروا أعمالهم. نعم. ولهذا أيضا قال الله جل وعلا في هذا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبين أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. انظروا رحمة الله بنا، انظروا لطف الله بنا، يحذرنا، ينبهنا، ينصحنا أو يخوفنا سبحانه وتعالى، ولكننا مع ذلك نبقى في غفلتنا. نسأل الله السلامة والعافية. ثم بعد ذلك أيها الأخوة، قفوا مع هذا المشهد. إذا كان يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثقال ذرة شرا يره، دعونا ننتقل لواقعنا. هل نحن نتعامل مع غيرنا بميزان العدل؟ مع أن الله يا أخوان، مع أن الله سبحانه والله لو أخذنا بالعدل في حياتنا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكنه عاملنا برحمته سبحانه وتعالى، لأن الله قال: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لكن يوم القيامة ميزان العدل، ومع ذلك نرجو عفو الله جل وعلا ورحمته. الآن كثير من البيوت أيها الأخوة والله شبه يومي إن لم تكن تتكرر مشكلات كبرى تؤدي إلى الفراق بين الزوجين، تؤدي إلى التشتت، تؤدي يركز على أمرين: موضوع العدل الذي هو يعني مجافات، الذي هو الظلم. فتجد الظلم، ووجدت أن سر أغلب المشكلات البيتية والأسرية تنبع من الظلم. تجد أن الفراق بين الزوج وزوجته بسبب الظلم، اختلاف الأولاد بسبب الظلم. آخر رسالة جاءتني وأنا في الطريق إليكم اليوم، من يقول لي: أريد منك فقط أن تتحدث، لا نريد من والدنا كذا، لا نريد من والدنا الفضل، نريد من والدنا العدل وعدم الظلم. هذا معنى عظيم جدا. فتجد الأسرة متفرقة متشتتة، تجد أحيانا نكبات تصاب بها الإنسان، مصائب يصاب سببها الظلم. وسبق أن تحدثت معكم في هذا الأمر، عندما نقرأ مثقال ذرة التي لا تراها بالعين بسهولة تجدها خير أو شر. ولك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خطاب للمرأة، خطاب للرجل. بالنسبة للمرأة يقول بعضهن، طبعا ليس على كل امرأة، لا، لو أحسنت إليها الدهر ثم رأت منك شيئا يسيرا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. نسأل الله السلامة. هذا كلام صادق ومصدوق، ما هو كلامي أنا. لو أحسنت إليها الدهر بس خلفتها مرة أحيانا، أو ما كرهت منك موقف قالت: ما تقول لماذا تفعل كذا، لا، ما رأيت منك خيرا. أعوذ بالله، نكرة في سياق النفي، نكرة خيرا ما رأيت، نفي خيرا نكرة قط تأكيد. والله أي ظلم من هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يكشف لنا عن هذه الشخصية. وأقول مرة أخرى، لا ينطبق ويفهم من هذا النص أن كل امرأة تفعل ذلك، لأن بعض الأزواج هداهم الله دائما يقول لزوجتي: أنت كذا وكذا، غير صحيح. والله بعض الزوجات أوفى من زوجها في باب العدل وفي باب الفضل، وأعرف هذا يقين. ويقول للرجل هذا العدل من النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلق رضي منه خلق آخر. إذا رأيت من زوجتك خلق، لاحظ كيف يوازن النبي صلى الله عليه وسلم، يخاطب المرأة ويخاطب الرجل ويعدل بينهم، لا يفرق، لا يبغض ويبعد ويتجافى مؤمن مؤمن، إن كره منها خلق. طيب تذكر أخلاقها الأخرى، لا تقع في نفس المشكلة التي يقع فيها بعض النساء. بعض الناس إذا رأى من زوجته خطأ بدأ يتكلم، ونسي معروفها ونسي صبرها ونسي. بعض الأخوات تعرض لي كيف وفاءها لزوجها. يوم من الأيام عرضت علي مشكلة، ولن أفصل فيها حتى لا أحدد الشخص الذي وقع، وإن كانت القصة قديمة جدا. جاء رجل يشتكي، أو أهل امرأة يشتكون مع زوجه، وقال تحدث، يقول للزوج، طبعا طلقها. لماذا طلقها؟ قال: لأن والدي قال لي طلقها. طيب، قال لك والدك طلقها، هل في سبب؟ قال: لا. قال له أهلها: اذكر الذي بينك وبينها.
قال يوم من الأيام، هذا كلام لاحظوا يا أخوان أكثر من 20 سنة، قال كان علي دين كبير جدا، أصبحت لا أنام ما أرتاح ولا عنده مصدر آخر. يقول فاجأ بزوجتي تأتي بالمبلغ وهو مبلغ من 6 أرقام، وعليكم الحساب مبلغ ضخم من 6 أرقام. فيقول من أين لك هذا وهو متزوجها له أكثر من 20 سنة؟ قالت والله من الليلة التي دخلت فيها علي إلى اليوم ما أعطيتني ريال إلا وضعته على جنب خلال 20 سنة، فجمعت مبلغ وصل إلى 6 أرقام. ثم لما أول أزمة يصاب بها تسلم المبلغ بطوع نفسه، ما دري أن عندها شيء هذا المبلغ، ما كان أحد عندهم هذه المبالغ، الرجال بعضهم لا يجد هذا المبلغ، وفي النهاية طلقها لأن والده قال طلقها. هذا الظلم يا أخوان، لم يذكر أبوه لأن والده قال طلقها، لم يذكر أبوه سبب معتبر. قلت له هل والدك ذكر سببا شرعيا؟ قال لا والله ما ذكر. طيب أين الوفاء يا أخوان؟ هنا الإشكال، يقع الظلم أحيانا، هذا نموذج من النماذج التي يقع فيها الظلم، لكن الحمد لله قلت له أعدها لا تجب طاعة والدك. هنا جاء رجل لشيخنا سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وقال يا سماحة الشيخ والدي أمرني أن أطلق زوجتي. قال له لماذا؟ أذكر لي. فقال قضية اجتماعية، أحياناً خلاف بين زوجة الأب مثلاً والزوجة، أحياناً من أحد الأولاد من أحد البنات. قال في سبب آخر؟ قال لا، قال لا تطلقها. قال أعصي أبي؟ قال أعصي أبيك، أعصي أباك. قال طيب يا شيخ، ألم يأمر عمر بن الخطاب ابن عبد الله أن يطلق زوجته فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع أباه؟ قال إيه، إذا صار أبوك مثل عمر بن الخطاب ما خالف، إذا صار أبوك مثل عمر الخطاب طلقه. معروف عمر رضي الله بعدله، ما يمكن يطلب ابني تطليق زوجته لهوى أو لشهوة أو لغضب شخصي أو إلا لسبب معتبر، كما فعل إبراهيم عليه السلام لما قال لابنه وأوصى زوجته وهي ما تعلم، لما جاء ولم يجد ابنه إسماعيل عليه السلام قال ما أخباركم؟ قالت في ضيق وفي شدة وفي وفي وفي، وراح يطلب لهم الرزق الآن، ما وجد إسماعيل ذاهب يطلب الرزق لهذه الزوجة التي تتشكى. قال إذا جاء زوجك فأبلغيه السلام وقولي إن والدك يبلغك السلام، جاء من الشام وما وجد ابنه ورجع للشام، نعم، وقولي له غير عتبة بابك. راح يمكن جالسة تنتظر عتبة الباب، يعني شلون يغيرها وشلون يضعها. لما جاء قال هل جاء أحد؟ قالت نعم، جاء رجل وهو أبوك ويقول كذا وكذا. قال هل أوصاك بشيء؟ يقول إسماعيل عليه السلام أبونا. قال نعم، أوصاني أن، قال قولي له يغير عتبة بابه. قال أنت عتبة بابي، توكل على الله، فطلقها. جاء أبوه مرة ثانية فوجد امرأة ولم يجد إسماعيل، قال أين إسماعيل؟ قال ذهب يطلب الرزق. قال كيف حالكم؟ قالت في خير وفي نعمة وفي، وبدأت تثني مع أنها في بيت شيء. قال إذا جاء فأبلغيه السلام وقولي إن والدك يسلم عليك ويقول أمسك عليك عتبة بابه. نفسي لما جاء أخبرته قال أنت عتبة بابي أمرني بإمساكك، أي بعدم طلاقك. الشاهد أن فيه إشكالات الآن بين الأزواج، ويحدث ماذا يحدث؟ الشيطان يفرح بهذا، الشيطان تعرض عليه أعمال الشياطين كل ليلة. فإذا جاء رجل قال ماذا فعلت؟ قال ما تركت حتى زنى، قال ما سويت شيء. قال الثاني ما تركت حتى سرق، قال ما فعلت شيء. جاء الثالث وقال ما تركت حتى فرقت بينه وبين زوجتي، قال أنت أذن قرب. فقربه لأن التفريق بين الزوجين له آثار. هنا نأتي باب العدل. والله يا إخوان أنا أعطيكم، أحب والله ما تخرجون، وقبل أن تدخلوا، بل والله أنني أدعو لكم بسجود يا إخوان، يعلم الله من بركات هذا الدرس أنني قبل أن آتي المسجد أدعو لكم، وفي أثناء الدرس والصلاة أدعو لكم، لأن حقكم علي أن أدعو لكم، أريد السعادة لكم كما أريدها لنفسي ولأهلي ولأولادي. وجدت سر البلاء والمصائب في البيوت هو الظلم، هو الظلم وعدم العدل، عدم العدل بين الأولاد، عدم العدل بين الزوجات، عدم العدل مع الزوجة، يعني عدم الوفاء معه، عدم العدل مع الزوج. فلا بد من العدل. يقول واحد كنا يوم جالسين عند أحد ولاة الأمر، فواحد بحث أنه لو إنشاء جمعية
لحماية المرأة من زوجها. فقال والله فكرة طيبة. قال واحد يا شيخ يا سمو الأمير، نحن بعد نريد جمعية لحماية الزوجة من زوجته، لحماية الزوج من زوجته. فضحك المسؤول، موجود الظلم، نحن ما أنا حتى لا يفهم مني بالكلام أن مع فلان أو ضد، أنا أريد سعادة الاثنين، سعادة الزوج والزوجة، سعادة الأولاد، سعادة الأسرة. ما يمكن يتم هذا إلا بالعدل. الله سبحانه وتعالى يدلنا على ذلك في مواضيع عدة، منها هذه السورة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم لا تحتقر من المعروف شيئا، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تفرغ من دلوك في إناء المستقي، ولو أن تكلم أخاك وجهك إليه منبسط. رواه الإمام أحمد وصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه. الواحد منا أحيانا، أنا أتكلم عن حالة عامة، يقول لزوجته: هل أهديت للجيران؟ قالت: والله ما عندنا شيء يستحق. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن خطأ هذا المنهج: لا تحقرن جارة جارتها، يعني أن تعطيها ولو فرس نشاه. وش فرس نشاه؟ الظلف، الظلف. ويقول لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة ما قال فزد مادتها، قال فزد ماءها وتعاهد جيرانك. خلاص إذا جيت لأهلك ووضعوا لهم قدر لكم، قلت والله هذه الشوربة جميلة المرقة، لو أعطيتهم الجيران قالوا يلا تكفينا، اللي تريد أن تعطي الجيران زده عليه ماء، ماء، إذا ما تستطيع أن تكون. فلا تحقرن من المعروف شيئا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها قامت وتبرعت بحبة عنب، يعني أعطت سائل حبة عنب، قالت: كم في هذه الحبة من مثاقيل الذر؟ إذا كانت حبة واحدة فيها مثاقيل ذر تمرة، كم تصورون؟ دعونا نقول بقول من يرى أن الذرة هي النملة، ضع تمرة في ميزان وجمع ما تستطيع من النمل، يقينا لن ترجح بالتمرة مهما استطعت تجمع من النمل، لن تبلغ. إذن كم لك يعني ذرة؟ كم لك من الأجر في تمرة؟ كم لك من الأجر في تصدق فيها؟ ولذلك في كلمة جميلة جدا: لا تحقرن القليل فالحرمان أقل منه. الواحد يريد أحيانا يعطي شخص مبلغ كان نيته يعطي 10 ريالات، فاكتشف ما معه إلا ريال، قال والله ما يسوى، لا أعطي ريال، ريال وريال وريال، ريالات قرش. حدثتني إحدى الداعيات، داعية نقلت لي إحدى الأخوات عن إحدى الداعيات المعروفات، ولا أذكر اسمها، تقول: رحت لشمال المملكة وزرت امرأة، بيوت بسيطة، خيام بسيطة، وتعطيهم، تلقي هي ما شاء الله كلمات في المصليات وغيرها، وتزور هؤلاء وتأخذ معها تمر أو رزق وتعطيهم. تقول واحدة امرأة كبيرة في السن قالت: عندي صدقة أحب تتبرعين بها. تقول: استغربت أن هذه المرأة الفقيرة عندها صدقة. تقول: فأعطتني مبلغ، أخشى تقولون أنك مبالغ، لكن والله ما ذكرت قرش أو ربع ريال، قطعا لا يصل ريال، يقينا لا يصل ريال بل أقل. تقول: أخذتها وذهبت للرياض، رجعت للرياض ريال يعني من أو أقل من ريال، ليس ريال، أقل من ريال، يقينا أقل من ريال. فتقول بعد فكرة: انتبهت أني ما تصدقت بها، فاخترت من أتصدق عليه. فيقول: تصدقت بها. تقول بعد سنة، هي تروح كل سنة تقريبا، رجعت تقول: فزرت، قلت: وين فلانة؟ قالوا: ماتت. قلت: رحمها الله. فزرت جارتها وصديقتها: أين جارتك؟ قالت: ماتت، الله أغفر لها. قلت: الله أغفر لها. قالت: رأيت فيها رؤيا. طبعا الجارة ما تعرف قصة المبلغ البسيط هذا، ما تعرف يقينا. تقول: رأيتها بالرؤيا، قلت: ما أخبارك يا جارتي؟ قالت: غفر الله لي بهذا القروش التي لها. وش القروش؟ قالت: القروش اللي عندي أقل من ريال، غفر الله له. هذا مشهد واضح. أخيرا أقف هذه الوقفات السريعة، أختم بها هذا الدرس، فأقول: هذه السورة تقرر عقيدة البعث والنشور، وهو من أركان الإيمان، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبعض الناس الآن أصبح في تويتر وغيرها يشكك في البعث والنشور. الوقفة الثانية: هذا الانقلاب الكوني الذي تراه، تصور كيف سيكون يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا،
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال هذه الشاهقة فرست ولا غيرها ولا لا أصعدها كالعهن المنفوش قطن يطير وتسير الجبال سيرا. هذا إذن مشهد عظيم تصوره هذه السورة في زلزلة الأرض ودمار ما فيها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت، تهز تهز تهزك هز. أيضا من هذه وقال الإنسان ما لها. ألا تلاحظون عند الأحداث يأتيك الواحد مسرع وش اللي صاير؟ خير إن شاء الله؟ هو نفس السؤال بس بصيغتنا، ما لها؟ ما الذي حدث للأرض؟ لماذا؟ أسئلة كثيرة، لأن الهول عظيم ومفجع، فلا بد أن نستشعر هذا المشهد. أي كيف تتكلم الجمادات؟ الله أكبر، نحن نؤمن بذلك يا أخي. ألم يحن الجذع للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ضمه؟ أليست كانت الشجر والحجر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى حراء يسلم عليه صلى الله عليه وسلم؟ هذا كيف يحدث؟ أيضا أليس ستخرج الدابة كما في سورة النمل تكلم الناس، تكلم الناس؟ نعم، أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة كيف تتكلم دابة؟ الله أعلم. المهم أن نؤمن بذلك ما دام قالها الله. لا تشغل عقلك في هذا الأمر. بعض الناس يا أخوان يدخل عقله القاصر في هذه الأشياء الكونية، ما يمكن هذا، هذا يؤدي إلى الشكوك، يؤدي إلى الوسواس، يؤدي أحياناً إلى الكفر، كما ناقشنا بعض الذين انحرفوا كيف يكون ذلك. فإذا لا ندخل عقولنا في هذا الأمر. بعض الناس يعني كما في الحديث الصحيح يبدأ يسأل يسأل حتى يقول من خلق الله. بس فكر الآن، شوف شوف مدى قصورنا في أسفل الأرض، ماذا تحتها؟ ما تدري إلى أي مدى تنتهي، ما ندري العلو إلى أي شيء ننتهي، حتى بعد السماوات ما نعلم، يعني نهاية نخلة نتكلم عن النهاية. قال الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عالم. فيجب أن نعطي عقولنا مقدارها، كما أني أنا الآن في عيني لا أرى، لا أستطيع أراكم في لحظة واحدة، أنتم أمامي الآن أراها الآن، هنا أرى هنا، ما يمكن أنا أنظر هنا أكون رأيت هذا، ما يصير. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أعطاه الله وهو يصلي يرى الصفوف من خلفه كما يرى من أمامه، هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله إياه، فكان يرى الصفوف من خلف لأن حتى يقومهم حتى يعدلهم حتى يبينه، أما نحن ما نرى. فإذا لماذا نقحم عقولنا في ما لا تستطيع أن تدركها؟ فإذا هنا كيف تتكلم؟ كيف تكون الزلزلة في النهاية؟ ما نعلم، لكنها عظيمة وشديدة ولها أثرها ووقعها. أيضا اتقوا النار ولو بشق تمرة كما بيّنت وذكرت ذلك في الحديث. الكافر يوم يا أخوان قد أسأل سؤال ما في مانا كنت، أليس الكافر بعض الكفار الآن يعمل أعمال خيرة؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا يجزى بها في الدنيا، يجزى بها في الدنيا، أما الآخرة ما له شيء. أما المؤمن فيجزى في الدنيا والآخرة. نعم، هؤلاء تجد أنهم يدفعون بسخاء. أنا لا أقول الإنسان يقتر عنه، هم ما قتروا على أنفسهم، لكن يرى يقول أعطي الفرق للفقراء المساكين المحتاجين. إذا عندما نعطي يا أخوان، لأنني في الدقائق الأخيرة، الإنسان يعطي بسخاء سيجد الأمن، سيجد الراحة، سيجد. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاة وتبرع بها كلها إلا جزء منها إلا كتفها، قالت عائشة يا رسول الله ذهبت كلها إلا كتفها، ذهبت كلها إلا كتفها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بقيت كلها إلا كتفها. اللي أعطيناه هو الذي بقي، والذي أكلناه نعم هو الذي ذهب بقيت. فحقيقة المسألة، الإمام أحمد جاءه مبلغ يوم من الأيام فقام وأنفقه، قال واحد من أولاده يا والد خلينا شيء قليل ما أعطيه. بعد ستة أشهر قال يا بني لو أنني أطعتك ذاك اليوم وأبقيت شيئاً من المال الذي جاءنا هل يكون بقي أو نفذ؟ قال لا أكيد نفذ لأنه بيبقي قليل. قال طيب هل ضرنا هل جعنا؟ قال لا. قال الحمد لله، الحمد لله ما في داعي يبقي. هكذا كانت نظرتهم يا إخوان للخير، فيمتعهم الله بصحتهم وبقوتهم إلى آخر لحظة من حياتهم، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا. أيضاً عندما نتكلم عن العفو والذرة الواحد ينظر إلى عفو الله. يا أخي الكريم يا أخي، ما دمت كلنا والله نريد عفو الله،
قال نعف عن الناس، اعف عن نفسك، اعف عن زوجتك، عن أولادك. الآن ناس يدخلوننا وسطاء في العفو عن أولادهم، عن زوجاتهم، عن آبائهم، والله ما يستجيبون أحيانا، ما مع عدو ولا مع خصم يطلب العفو من أبيه أو الأب من ابنه، ما يجد. وليغفر وليعفو، ألا تحبون يغفر الله لكم؟ وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر لكم؟ والله نحب أن يغفر الله. فيا أخوان، صحيح العدل مطلب، لكن دعونا نتعامل بما هو فوق العدل. قبل يومين سمعت أحد طلاب العلم عمره فوق 60 يقول والحمد لله عمري فوق 60، لا لم أشتكي مخلوقا مع كثرة ما وقع علي، لم أدخل محكمة أشتكي أحدا، حق له. يقول لم مع أنه يتكلم عنه في تويتر، يتكلم عن أناس ويمكن أن يقيم الدعوة ويحجز شخص، يقول أموال راحت عليه. يقول والله لا أعرف أنني اشتكيت أحد، لا في شرطة ولا في محكمة، ولم أدخل محكمة إلا لغرض أو شهادة أو غير ذلك، لم أدخلها لحق أبدا. ومع ذلك متعه الله بقوة، رأيته فوق 60. عندك سكر؟ قال الحمد لله ما عندي سكر. عندك ضغط؟ ما عندي سكر. نعم، حتى يقول من الطرائف، أنا ودي أخفف الجلسة عنكم. يقول جئت للطبيب ما فحصي بالعين، فقال الطبيب معك سكر؟ قال لا والله ما أدري، تخليته بالبيت. يقول فضحك الطبيب، قال الله يبقيه في البيت دائما. نعم، يعني ما عنده، الحمد لله. نعم، متعه الله لأنه طال عمره قلبه يحاول أنه ما يكون يشتكي أحد، وليعفو وليصفح، ولا تحبوا نغفر الله لكم. إيه والله نحب نغفر الله لنا، دعوا قلوبنا بيضاء. فإذا كان مثقال ذرة وذرة ستوزن، طيب وش كارك لك الجبال؟ نتكلم في هذا ونسب هذا ونقض هذا، هذا ماذا إن لم يكن عفو الله جل وعلا؟ فالأمر جد وعظيم جد أيها الأخوة. أيضا في ما أقول هنا، إذا كان الإنسان سيرى الذرة الصغيرة فما بالك بالتي أكبر منها؟ نعم، ما بالك. وجدوا ما عملوا حاضرا، ما لهذا الكتاب يقولون، هذا الكفار طبعا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، ما فيه، تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بيوتهم وحولهم. أين المفر؟ المفر إلى الله، ففروا إلى الله، بس صدق مع الله بالعمل مع الله. حتى وإلا فالأمر جد، إذا كانت مثاقيل الذر سنراها يوم القيامة نقول اللهم سلم سلم، ونسأل الله أن يعفو عنا ويتجاوز. إذن أيها الأخوة، حقيقة الحديث معكم لا يمل، والحديث في هذه السور عظيم جدا، وهذه آخر دقيقة بعد أن اكتمل 60 دقيقة من هذا الوقت. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم. لا تنسوا الدعاء لإخوانكم، إخوانكم في اليمن في دمشق، لأن هؤلاء الحوثيين قاتلهم الله بين فترة وأخرى يثيرون الفتن عليهم ويقاتلون، فادعوا لهم وقفوا معهم وساعدوهم، حق لكم. إخوانكم في الشام ينتظرون دعمكم ومساعدتكم، إخوانكم في العراق، إخوانكم في فلسطين، في أفغانستان، في كل مكان، في مالي، في كل مكان في الأرض يحتاجون وقفتكم. وأعجبتني كلمة قالها أحد المشايخ اليوم، كان عندي بعد العصر، فيقول ما نراه من منكرات وبلاء مؤثر خاصة في بلادنا، ما يريدها العلمانيون، المنافقون، الليبراليون، من اهتزاز الأمن وغيره، يكون لقل من لطف الله بنا وجود الأخيار، وجود الأخيار من الصالحين الذين يعلم الله صدقهم، يعلم إخلاصهم، يعلم قيامهم بالليل، يعلم تبرعهم، يعلم حملهم هم إخوانهم في دماج ولا في أفغانستان ولا في سوريا، يبكون مع بكائهم، فيحفظهم الله مع بقاء وجود هذه المعاصي. ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على هذه المطبع، ولولا أطفال الرضع وشيوخ الركع ما أمطروا. نعم، لكن يحفظنا الله بفضله وكرمه ثم بهؤلاء الصالحين من أمثالكم، فأكثروا الخير والنصح وسلامة القلوب والصفاء، فادعوا لإخوانكم المجاهدين ليشعروا أنكم معهم بدعوتكم بدعمكم بإمكاناتكم، لا تبخلوا عليهم بهذا الدعاء الصادق. نسأل الله أن يحفظنا ويكون حفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين. وموعدنا في الأسبوع القادم بإذن الله في هذا اللقاء الذي يتجدد كل أسبوع، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.